طيب احنا النهارده هناخد في بلوك الريسبيراتوري والرينال. بالنسبه للريسبيراتوري كان مهم، بالنسبه للبايوكيمستري ازاي نفسر وازاي نقرا الارتيريال بلود جازس اناليسيس، تحليل غازات الدم. والتحليل ده يمكن موجود في العنايات المركزه، كل كريتيكال كير يونتس لازم يوجد فيها تحليل غازات الدم. مبدئيا تحليل غازات الدم ده انا بس بعمله ازاي، او نوع العينه بسحبها ازاي؟ لازم اسحبها ارتيريال وليس فينوس، عشان كده هو اسمه ارتيريال بلود جاز اناليسيس. يعني انا بسحبها من ارتري، يعني بالسيتنج فيسل، سواء كان من الارم عندي مكانين ممكن اسحب منهم زي الريديال والبريكال ارتري. الريديال اللي هو موجود عند الريدياس، والبريكال اللي هو في القلبو، او الريديال شورت ارتري اللي هو موجود في الصاي يعني. ماشي. طيب البروكوشن اللي بستخدمها في التحليل ده، لازم اسحب العينه على بسترنجت انسولين تكون مشعره، يعني فيها شويه هيبارين. ليه؟ لان ما ينفعش التحليل ده يبقى كلوتد، لازم يبقى ما يحصلهوش تجلط الا التحليل يبقى بايظ. دي اول انستراكشن، يبقى لازم بشعر السرنجه بسنه هيبارين كده، اجيب امبول الهيبارين واخد منه كده حوالي شرطتين او ثلاثه بسرنجه الانسولين، وبعد كده اروح على اماكن البلسيتنج ارتريز واسحب منها العينه. البروكوشن الثاني اني لازم ادخل العينه مباشره على الجهاز اللي بيجيز الاي بي جي ماكسيمم في خلال 5 دقائق، والا لو تأخرت عن كده البارامترز كلها هتختلف اللي انا ببص عليها، وبالتالي النتائج هتبقى ان اكيوريت وهتبقى غلط خالص. وده كريتيكال، قلنا التحليل ده يعني انا لازم ابص على البارامتر وعلى اساسه هاخد الاكشن بتاعي عشان اظبط البارامترز دي ايه. فانا بسحب من ارتري على انبوبه او على بسترنجه فيها سنه هيبارين انتي كواجولانت، وكمان لازم التحليل يتعمل بسرعه في اسرع وقت ممكن علشان التحليل يبقى دقيق. بصراحه الجهاز اللي بيحلل او اللي بيقيس للاي بي جيز ده مش متوفر كتير في المعامل البرايفت، ممكن تلاقيه دوبك في معمل بالكتير ان لقيته اصلا، لكن هو متوفر سواء في المستشفيات الجامعيه او المستشفيات الحكوميه او المستشفيات التعليميه. طيب دي كانت كلها بس بريكوشنز لقصه تحليل غازات الدم. نشوف بعد كده ايه بقى مقدمه عن قصه البلاد جازس، يعني ايه اسيد يعني ايه الكالي. الاسيد يا جماعه، تعريف كلمه الاسيد هو الماده اللي تقدر تدي هيدروجين ايونز او بروتون للوسط المحيط، زي مثلا ال HCl ده اسيد يقدر يدي البروتونز اللي هو الهيدروجين. بس هل يقدر الاسيد ده يحصل له كومبليت ديسوسيشن ويدي كميه كبيره من البروتون في الوسط المحيط نسميه اسيد، ولا لا هو مش هيحصل له يعني بارشل ديسوسيشن مش كومبليت ديسوسيشن، فيدي لي لو نمبر اوف بروتونز او هيدروجين ايونز في السوليوشن المحيط بيه، فاسميه ويك اسيد زي الاسيتيك والكربونيك اسيد. السترونج اسيد زي ال HCl، والويك اسيد زي الاسيتيك والكربونيك اسيد. ده تعريف الاسيد. طيب نيجي لتعريف البيز بقى. البيز هي اللي بتستقبل البروتون او الايون الموجب من الوسط المحيط، وهي نفسها بتبقى حامله شحنه سالبه. وبرضه زي ما كان في ويك اسيد ويك وسترونج اسيد، في عندي سترونج بيز وويك بيز. بيز او الكالي بنقول عليه. السترونج بيز دي اللي تقدر تاخد كميه كبيره من الهيدروجين ايونز من الوسط المحيط، وبالتالي بتقلل تركيز الهيدروجين ايون بكميه يعني بطريقه سريعه وبريئه، ودي بسميها سترونج بيز زي الهيدروكسيد ايون. اما الويك بيز فدي اللي بتاخد كميه قليله من الهيدروجين ايون او البروتونز من الوسط المحيط، وبالتالي بتقلل نسبه الهيدروجين ايون بريت قليل، ودي بسميها ويك بيز. Thank you.
طيب هو ايه البي اتش معناه ايه؟ البي اتش يا جماعه ده من خلال بعض المعادلات الكتيره زي الهندرسون هاسلباخ ايكويشن وحاجات كده كتيره كده حسبوا منها البي اتش بتاع اي وسط، وقال لك ده هو عباره عن اللوغاريتم السالب لتركيز طيب كل ما البي اتش كقيمه كرقم يبقى صغير كل ما ده معناه ان في اسيديتي، كل ما الرقم يكبر بمعنى كده ان في الكالينيتي. يعني اذا لو خدنا اكزامبل البلاد بي اتش، النورمال بلاد بي اتش ده هنحفظه عن ظهر قلب هو 735 ل 745. لو هو اقل من 735 ان شاء الله بواحد من عشرة كده اتجه القيمه قلت، فاذا اتجه ناحيه الاسيدوزس، فاقول الشخص ده عنده اسيدوزس في الدم بتاعه. لو اكتر من 745 وان شاء الله بواحد من عشرة او 0.1 يبقى اذا هو اتجه ناحيه الالكالوزيس، واقول الشخص ده عنده الكالوزيس في البلد بتاعه. طيب هو في واحد اسمه عبد الرحمن رافع ايده ولا انا متهيألي؟ يا دكتور الصوت قطع من اول العشره دي بتاعت البي اتش. طب وحاليا اخباره ايه؟ لا تمام دلوقتي تمام. طيب انا بقول لك انه البي اتش ده اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدروجين مرفوعه الاسعه، وده القيمه بتاعته لو كانت قليله يبقى بتتجه ناحيه الاسيدوزس، لو القيمه كبيره يبقى بتتجه ناحيه الالكالوزس. طيب قلت لك القيمة بتاعته لو كانت صغيرة زي في البلد إيش النورمال عادي 735 ل 745. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ أيوه يا دكتور. طيب أقل من 735 يبقى ده أسيدوزس، أكتر من 745 يبقى ده الكالوزس. زي ما أنتم شايفين في الفيجر اللي عندكم أو الرسمة ديت، ده تركيز أو النيجاتيف لوجاريزم للهيدروجين أيون كونسنتريشن to the base of 10. أول ما يبقى عند 7 ده بيبقى نيوترال متعادل. من ناحية 7 هبدأ أقلل من قيمة من الرقم 7 ده، هيبقى كده أنا في مرحلة الأسيدوز لغاية ما أوصل لزيرو. أكتر من 7 كل ما أعلى يبقى ناحية الألكالوزس. وفي عندك صورة تانية بيقول لك فيها المواد المختلفة والبيتش بتاعتها، يعني مثلا جاي لك عصير الليمون أو الليمون جوز البيتش بتاعه 1 عالي خالص، ال HCl البي اتش بتاعه زيرو، يعني اعلى بي اتش، يعني اعلى اقصد اعلى حموضه يعني او الهايلي اسيدك بي اتش اسيد هو ال HCl. كمان الاستومك اسيد عشان بيبقى فيه HCl وحاجات تانية بيبقى البي اتش بتاعه 2. الخل والكولا البي اتش بتاعهم 3 فبرضه اسيدك. اليورين يعني سلايت لالكالين سنه البي اتش بتاعه 6 وهكذا. عندكم البايكارب او البايكربونات بتاع الصودا يعني البي اتش بتاعتها 12 يعني الكالوتيك خالص الكالوزس. تمام طيب ده كان اكزامبل على يعني مين الاسيدوتيك، مين الحاجات اللي بتبقى اسيدك ومين الحاجات اللي بتبقى الكالين. هو ربنا خلق البي اتش بتاعنا يا جماعه 735 745 فقط، يعني شايفين الرينج هو واحد صحيح وخلاص. الرينج ده نارو رينج ليه؟ بيقول لك لان لو حصل اي سلايت تشينجز في البي اتش بتاعك اول واحد هيتاثر هو الانزيمات الخاصه بالديفرنت ميتابوليك باسويز في جسمك، لان كل انزيم ليه اوبتيمال بي اتش، لو انت غيرته له هيبدا يكسل وبالتالي هيحصل هتوقف شبه توقف في عمليات التمثيل الغذائي في جسمك. مش بس كده، ده كمان لو حصل تشينج في البي اتش بيؤدي الى ديستربنس
في الالكترولايت زي الصوديوم بوتاسيوم كلورايد. فالبدل الالكترولايت اللي كانت اوريدي انترا سيلولار تبدا تطلع تبقى اكسترا سيلولار، والالكترولايت اللي كانت اكسترا سيلولار تدخل تبقى انترا سيلولار، وده كله يعمل لخبطه جامده في الجسم. ناهيك على انه لما تغير البي اتش باضافه اسيد او الكالي، ما الاسيد او الالكالي دي تعتبر دي ناتوريتنج ايجنت، تعملي دي ناتوريشن للبروتينز اللي في جسمك، سواء كانت البروتينز دي كانت انزيمات كانت هرمونات كانت انتي بوديز بتدافع عن جسمك. اذا فعلا موضوع البي اتش تشينجز ده كريتيكال جدا، وبيؤدي في النهايه الى ممكن الى الوفاه. فالتشينجز في البي اتش ده مهم ان يبقى يعني في حذر، يبدا يتعالج بسرعه قبل ما يؤدي الى مشاكل ما ينفعش نطلع منها مره ثانيه. طيب بس ربنا يعني برضو زي ما قال لنا عمل لنا نارو رينج للبي اتش بتاع دمنا، برضو خلق في جسمنا ميكانيزم تقدر اوتوماتيك تصلح لك اللخبطه اللي حصلت في البي اتش بتاعتك علشان انت ما يحصل لكش مشاكل. والكومبنساتوري ميكانيزم اللي ربنا حاططها في جسمنا اسمها البادي بافرز، دي بافرز ربنا عاملها لنا طبيعيه موجوده في البلد وموجوده في التيشو علشان تبدا تحافظ لنا على الرينج بتاع البي اتش بتاع الدم بتاعنا يبقى في رينج ثابت من 7.35 ل 7.45. طيب كلمه بافر معناها محلول منظم، ايه يعني معناها؟ قال لك ده بيبقى محاليل ليها سبيسيفيك بي اتش ما بتتغيرش البي اتش بتاعتها مهما تضيف اسيد او الكالي، بس برضو لسيرت الليمت بعدها يبدا يحصل تشينج في البي اتش بتاعها. طيب يعني هي اي بفر ده عباره عن ايه ككومبوننت يا جماعه؟ ممكن احضر البفر ده في المعمل عندي، بتحط بيز واسيد، يعني فور اكزامبل تحط صوديوم هيدروكسيد كبيز، تحط اتش سي ال او اسيتيك اسيد او يعني سلفوريك اسيد كاسيد، دي كومبوننت بتاع البفر، يبقى فيه بيز يبقى فيه اسيد. ليه؟ علشان لو حصل اسيدوزيس في الوسط، اسيدوزيس معناه ان في بروتون او هيدروجين ايونز كتير، البفر فيه بيز، البيز دي تقدر تاخد الهيدروجين ايونز دي ناحيتها وتقلل تركيز الهيدروجين ايون كونسنتريشن في الوسط ده وترجعه للنورمال بي اتش بتاعه. كمان لو عندي الكالوزيس، يعني في الكالوزيس الوسط ده مليان الكالوزيس يعني في او اتش كتير، فانا عندي الاسيد بارت اللي هو الـ بتاع البفر يقدر يعادل الالكالوزيس ده ويبدا يظبط لي البي اتش مره ثانيه ناحيه النورمال. طيب دي قصه الاسيد والبيز كومبوننت بتاع البفر، وقال لك لازم يبقى حد في الكومبوننت دي في اي بفر يبقى ويك والتاني سترونج، يعني لا اما ويك اسيد مع سترونج بيز لا اما ويك بيز مع سترونج اسيد. طيب لو انا عايز اعرف ايه هم الديفرنت بادي بافرز اللي ربنا خليهم في الجسم بتاعنا علشان يحافظ على النورمال بلاد بي اتش، فانا عندي اربع انواع من البادي بافرز. اولهم طبعا احنا نتكلم على المكان اللي بيشتغلوا فيه وبيتكون من ايه وبيشتغلوا جوه بره الخليه ولا لا، جوه بس او بره بس الخليه، انترا واكسترا سولار ولا انترا سولار اونلي او اكسترا سولار اونلي. لو بدانا بالبايكربونات بافر، المكان بتاعه هو موجود في البلازما والار بي سيز، وبيسموه الالكالي ريزيرف او مخزون القلوي بتاع الجسم، وهو الاسيد بارت بتاعه اسمه كربونيك اسيد والبيز بارت صوديوم او بوتاسيوم بايكربونيت. نسبه البيز للاسيد في 20 الى 1، يعني معنى كده في كميه بيزز كتيره في البفر ده، عشان كده بسميه الالكالي ريزيرف مخزون القلوي. كلام ليكم، احنا دايما جسمنا في اي ميتابوليزم دايما بينتج عنه اسيدز كتير قليل ان يبقى فيه الكالينيتي، يعني احنا دايما تقريبا لو قلت لك يا ترى بيحصل اسيدوزيس اكتر ولا الكالوزيس، لا هو بيحصل في الغالب اسيدوزيس ان جنرال، الاسيدوزيس اكثر انسيدنس من الالكالوزيس عندنا في الجسم بتاعنا، لان دايما جسمنا في الميتابوليزم بيطلع اسيدز كتير. فهو البايكارب ده موجود في الدم في مخزون الكالي كتير يقدر يعادل اي ادد اسيد للبلد بس تو سيرت الليمت زي ما قلنا. وطبعا علشان البيز بارت مكتوب فيه صوديوم او بوتاسيوم بايكربونيت، يعني يقدر يشتغل طالما فيه صوديوم، لان الصوديوم ده دايما بيبقى بره الخليه اكسترا سيلولار كاتاين، يبقى اذا يشتغل اكسترا سيلولار. لو كان بوتاسيوم يبقى البوتاسيوم دايما انترا سيلولار كاتاين فيقدر يشتغل انترا سيلولار. ده كان بالنسبه للبايكربونيت بافر. الفوسفيت بافر موجود في البلازما، بس كمان مهم خالص نبقى عارفين ان هو البفر الاساسي اللي بينظم بي اتش بتاع اليورين من خلال الكيدني.
ففوسفيت بفر يساوي كيدني ويورين بي اتش. برضه هو الاسيد والبيز كومبوننت بتوعه الاسيد بيبقى اسمه صوديوم داي هيدروجين فوسفيت او بوتاسيوم داي هيدروجين فوسفيت، والبيز بتاعه بيبقى داي صوديوم او داي بوتاسيوم هيدروجين فوسفيت. بس هنا نسبة البيز للأسيد، البيز اللي فيه أقل من البايكارب بفر حوالي 4:1. وطبعاً لو قلت لك بيشتغل انترا وإكسترا سولار ولا انترا سولار بس ولا إكسترا سولار بس، هنقول إن هو بيشتغل بوس انترا أند إكسترا سولار. ليه؟ لأنه هو موجود في الصوديوم وموجود في البوتاسيوم. طيب البفر الثالث اسمه بروتين بفر، وده موجود برضو في البلازما والأر بي سيز، يعني نفس الأماكن بتاعة البايكارب بفر. وهو بيتكون من خلال البروتينز الموجودة في البلازما بتاعتنا، وبيكون حوالي 20% من بفر كباس بتاع البلد، لأن أكيد 80% أو أقل سنة، يعني لو قلنا 70% بتبقى بالبايكارب بفر أوف ذا بلد. طيب البيز والأسيد بارت، البيز بارت اسمه صوديوم بوتاسيوم بروتينيت، والأسيد بارت اسمه هيدروجين بروتينيت. يهمنا أن هو نقول بيشتغل بوس انترا اند اكسترا سيلولر لان في صوديوم وبوتاسيوم. اخر بفر يا جماعه هو الهيموجلوبين والاوكسيهيموجلوبين بفر. الهيموجلوبين والاوكسيهيموجلوبين بفر ده موجود بس في الار بي سيز، موجود في الار بي سيز اونلي. طيب هو ليه بيز واسيد بارت. البيز بارت اسمه بوتاسيوم هيموجلوبين الى الاسيد هيموجلوبين، او بوتاسيوم اوكسيهيموجلوبين للاسيد اوكسيهيموجلوبين. لو تلاحظوا هنا ما جبتش سيره الصوديوم، عشان كده ده اونلي بيشتغل السايد فاكشن بتاعته دايما انترا سيلولار بس. لو يقول لك السؤال ايه هم البفرز الموجوده في البلازما، يبقى اذا البايكارب والفوسفيت والبروتين بفرز. طب ايه البفرز الموجوده في الار بي سيز؟ يبقى البايكارب والبروتين بفر والهيموجلوبين والاوكسيهيموجلوبين بفر. خلاص طيب نيجي بعد كده، احنا خلصنا كده البادي بفرز بتاعتنا، وعرفنا برضو ان البايكارب بفر او البايكربونيت بفر اسمه الكالي ريزيرف، وهو يعتبر مقياس لكمية الالكالي المتاحة انها تعادل اي ادد اسيد من الميتابوليزم للبلد، وقلنا بيبقى ريبريزنتد باي البايكربونيت بفر. طيب تعالوا يا جماعة لو سمحتوا شوفوا المعادلة المكتوبة عندكم واحفظوها برضو عن ظهر قلب. المفروض في معادلة بتقول لك ان الكربون دايوكسيد بيتحد مع المية ويديك كربونيك أسيد. الكربونيك أسيد ده ويك أسيد لانه بيريليز هيدروجين او بروتونز في الوسط المحيط، هيدروجين أيونز او بروتون في الوسط المحيط. حلو دي من ناحية. من ناحية المقابلة قال لك البايكارب وديت بيز دايما بتحب تاخد الهيدروجين عشان تقلل الهيدروجين ان كونسنتريشن في الوسط المحيط. يعني معنى كده الكربون دايوكسيد لما يبقى موجود هيبقى فيه هيدروجين ايونز موجوده في الدم، يعني فيه اسيدوزس. طب والكربون دايوكسيد ده مين المصدر بتاعه؟ اللنج. حلو. الجزء الثاني من المعادله البايكارب لما يبقى موجود معنى كده ان ممكن يحصل الكالوزس لانه بيسحب لي الهيدروجين ايونز من الوسط المحيط، يعني بيقلل تركيز البروتونات، فبالتالي هيحصل الكالوزيس. ومين السورس بتاع البايكارب هنا؟ الكيدني. مين السورس بتاع البايكارب؟ هو الكلى. معنى كده البي اتش بتاعك مين المتحكم بيه فيه في جسمك؟ تو اورجانز وبس، اللنج عن طريق تزود او تقلل الكربون دايوكسيد فيحصل اسيدوزيس او الكالوزيس او نورمال بي اتش. الكلى عن طريق تزود او تقلل البايكارب فيحصل برضه اسيدوزيس او كالوزيس او نورمال بي اتش. بس السؤال بعد كده المهم، مين اللي استجابته اسرع عشان نعمل كومبنسيشن للتشينجز في البي اتش بتاعت الدم بتاعتك وما يحصلش فيها مشكله؟ قال لك الكلى علشان تظبط البي اتش بتاعتك عن طريق تزود او تقلل البايكارب اللي تقدر تطلعه محتاجه من ساعات لايام، لان تاثيرها لازم يبقى اندر هرمونال كنترول. لكن رول اللنج بتاعنا اسرع، لان اللنج عايزه تزود الكربون دايوكسيد في جسمك هتقلل معدل التنفس، تحبس الكربون دايوكسيد ما تخلكش تتنفس بمعدل عالي. لقيت عايزه تطلع الكربون دايوكسيد من جسمك تلقى نفسك حصل لك هايبر فنتيليشن، تنهت كده، فبالتالي تطلع تعمل ووش للكربون دايوكسيد من جسمك بره الجسم، فيبدا يقل الاسيديتي بتاعه البلد بي اتش. فاللنج سريعه جدا ومهمه، والرول بتاعها مهم جدا في الاكيوت سيتنج لو هي عايزه تنقذ جسم بسرعه. الكيدني بتبقى مور افكتيف من اللنج في انها تعمل لي
كومبنسيشن للديستربد بلاد بي اتش، بس الرول بتاعها بيبقى بطيء، بس وانس ان هي دخلت في القصه بتبقى مسيطره. تمام تمام. طيب انا لو عندي الكلى طلعت لي بايكارب كتير، الكلى طلعت بايكارب كتير، ايه اللي هيحصل في البلاد بي اتش يا جماعه؟ هيحصل الكالوزيس، وطالما سببه سبب الالكالوزيس بتاع البلاد بي اتش ده سببه الكلى بقول عليه ميتابوليك سواء الكالوزيس او سيدوز. يعني لو كان الاوريجين هو الكيدني يبقى بقول على الديستربد اليمنت في البلاد بي اتش ده سببه ميتابوليك ديستربنس، لكن لو ديستربنس بتاعه سببه اللنج بسميه ريسبيراتوري ريسبيراتوري ديستربنس سواء ريسبيراتوري اسيدوز او الكالوزيس. يعني معنى كده ان ممكن يبقى عندي لو الكلى هي المسؤوله عن لخبطه البي اتش ممكن يبقى عندي ميتابوليك اسيدوزيس او ميتابوليك الكالوزيس، لكن لو اللنج المسؤوله عن ديستربنس بتاع البلاد بي اتش يبقى ممكن يبقى عندي ريسبيراتوري اسيدوزيس او ريسبيراتوري الكالوزيس. طيب لما يحصل ميتابوليك الكالوزيس يعني بدات الكلى تطرني بايكارب كتير في الدم، ايه اللي بيحصل؟ الرئه بتستجيب ازاي؟ تزود معدل التنفس ولا تقلله يا جماعه لو انتوا مركزين معايا؟ تقلل. برافو عليك. ليه؟ عشان تحبس الكربون دايوكسيد في الجسم، فالكربون دايوكسيد يبدا يطلع لي كربونيك اسيد ويريليز البروتون فيبدا يعادل الالكالوزيس. طب تعال نتكلم العكس، لو بدات الكلى بتقلل البايكارب في الدم فبدا يحصل اسيدوزيس، ما هو قللت القلوي بتاعها فحصل اسيدوزيس وسببه الكلى يبقى بسميه ميتابوليك اسيدوزيس، يبقى الرئه تستجيب ازاي؟ تعدل ولا تزود ولا تقلل معدل التنفس؟ هتزود عشان تعمل ووش للكربون دايوكسيد تطلعه بره، لان مش ناقص يبقى فيه سورس اكسترا يزود لي معايا الاسيديتي بتاعه الدم. تمام. طيب خلينا مركزين ونشوف ايه بقى قصه الميتابوليك الميتابوليك ديستربنس اوف بلاد بي اتش اللي هو سببه الكلى سواء كان اسيدوزيس او الكالوزيس. بحكم عليه ازاي يا جماعه؟ بحكم عليه بالبي اتش. البي اتش هي اسيدوتيك او الكالوتيك، بس في تحليلين تاني مهمين في قصه الميتابوليك ديستربنس اوف بلاد بي اتش. حاجه بطلبها اسمها اناين جاب، وديت بتحط في اعتبارنا الاليمنتس اللي مش حاسبها في البي اتش بتاع البلاد، يعني بتكون مسؤوله عن اسيديتي او الكالينيتي بس انا مش حاسبها في حسبه البي اتش اللي هو نيجاتيف لوجاريزم اوف هيدروجين اين كونسنتريشن تو ذا بيز اوف 10. قال لك التحليل ده اسمه اناين جاب، وهو الفرق بين الكاتاينز والاناينز، يعني الفرق ما بين الصوديوم ومجموع الكلورايد والبايكارب اللي هم الاناينز، والنورمال لفاليو بتاعته من 4 ل 12 ملي ايكويفالنت بير ليتر. قال لك انت لو عندك حاله شخصتها انها ميتابوليك اسيدوزيس، يعني ايه ميتابوليك اسيدوزيس؟ ميتابوليك يعني سببها الكلى، اسيدوزيس يعني الكلى ما بتطلعش بايكارب كتير فحصل ميتابوليك اسيدوزيس. المفروض انك انت عايز تعرف سبب الميتابوليك اسيدوزيس ده ايه. هل سببه انت شربت او بلعت اسيدز كتير، ولا لا الكلى مش قادره تقلل، او حصل الكلى بتفقد بايكارب كتير بره جسمك فبالتالي قلل البايكارب فبالتالي حصل اسيدوزيس؟ قال لك والله حسب، لو انا لقيت الاناين جاب عاليه يعني اكتر من 12 ده بيدل على ان الميتابوليك اسيدوزيس ده سببه انجستد اسيدز، ان انا بلعت اسيدز كتير او جسمي بيرمي اسيدز كتير في الدم نتيجه للميتابوليزم، عشان كده اسمه ميتابوليك اسيدوزيس. فقال لك زي ايه؟ زي ما بيحصل في غيبوبه السكر اللي هو الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس او الدي كي اي، وزي ما بيحصل لو واحد بلع اسبرين او اسبوسيد كتير، ما الاسبرين ده اللي هو الريفو يعني ده عباره عن اسيد، فده كله بيزود يعني بيعمل اسيدوزيس ويبقى اسمه ميتابوليك اسيدوزيس. واعرف ازاي ان هو سببه زياده او انجيشن اسيد او زياده الاسيد برودكشن في الجسم؟ اعمل الاناين جاب هلقاها عاليه اكتر من 12. طب لو جيتها اقل من 4 يبقى معنى كده سبب الاسيديتي اللي حصلت الميتابوليك اسيدوزيس ده سببه ان في فقد كتير في البايكارب، او انا مش قادر اطلع الاسيد اللي بيبقى برودوس بالميتابوليزم بره الجسم بطريقه كافيه. زي ايه يحصل فقد كتير في البايكارب بره الجسم؟ زي الدايرية، في واحد عنده دايرية كتير بيفقد بايكارب كتير في الستول. كمان لو واحد عنده مشكله في الكلى زي الار تي اي او رينال تيوبلر اسيدوزيس او الادسون ديزيز، التو ديزيز دول بيتميزوا ان الجسم بيحب يريتين الهيدروجين ايونز جوه الجسم وبالتالي يحصل ميتابوليك اسيدوزيس.
طالما الموضوع الاسيدوز ده بعيد انا ما جبتش سيره اللنج يبقى سبب ميتابوليك من الكلى واي اذر ميتابوليك ديستربنس عشان برضو الامور تبقى واضحه عندكم في الخريطه. طب ده اول تحليل مهم بالنسبه للميتابوليك ديستربنس اوف بلاد بي اتش عشان اعرف لو انا شخصت وصلت ان ده ميتابوليك اسيدوز عايز اعرف سببه في زياده في افراز اخراج البايكارب بره او سببه ان انا بلعت اسيد كتير او في اسيد كتير متضافه في جسمي اعمل الاناين جاب دي اشوفها عاليه ولا قليله. طب فيه تحليل تاني او بارامتر تاني اسمه البيز اكزيس. البيز اكزيس من اسمه بيز يعني باي كارب، المفروض ده بيطلع ضمن التحليل بتاع الاي بي جي يا جماعه، بيكتب لك كده بيز اكزيس النورمال ليفل بتاعه ايه البيز اكزيس، وكلمه بيز ده يعني انا بشوف الرينج بتاع الباي كارب. بيز اكزيس المفروض نورمال من ماينس 2 ملي مول بير لتر الى بلس 2 ملي مول بير لتر. طيب قال لك لو جيته اعلى من بلس 2 معنى كده ان في عندي هاي باي كارب، يبقى معنى كده ان انا عندي ميتابوليك الكالوزيس. ميتابوليك الكالوزيس لان هو كده البيز عندي عاليه الباي كارب عالي يعني الكلى طلعت باي كارب كتير. طب لو كان اقل من ماينس 2 يبقى انا عندي ميتابوليك اسيدوزيس، معنى كده ان حصل اسيدوزيس نتيجه لنقص اخراج البايكارب من الكلى. خلاص يعني لنقص افراز البايكارب في الدم من الكلى. يبقى اذا البيز اكزيس، يبقى انا لو انا عندي تحليل الغازات ده عرفت ان هو الميتابوليك ديستربنس سواء اسيدوس او الكلوزيس، ابص على البيز اكزيس عشان ااكد تاني ان هو ميتابوليك الكلوزيس ولا ميتابوليك اسيدوزيس على حسب الرينج بتاع اللي طلع. لو هو اكتر من بلس 2 يبقى ده ميتابوليك الكالوزيس يعني في بايكارب كتير البيز كتير، لكن لو البيز اكزيست قليله يبقى ده نتيجه ان البايكارب قليل يبقى ده حصل ميتابوليك اسيدوزيس. تاني حاجه لو هو ميتابوليك اسيدوزيس اروح اعمل الاناين جاب عشان اعرف سبب الميتابوليك اسيدوزيس ده ايه. خلي بالكم الكلام كله شغال في ناحيه الميتابوليك ديستربنس اوف بلاد بي اتش. طيب امال الميتابوليك الكالوزيس بقى، الميتابوليك الكالوزيس يعني اذا في بايكارب كتير في الدم تمام. ده بيحصل امتى؟ بيحصل في بعض الامراض لو في هايبر ايميسيس ولو في زياده في افراز الالبستيرون، لان كل ده بيخلي الهيدروجين يطرد بره الجسم والبايكارب يتركز في الجسم، فبالتالي بايكارب كتير يعني ميتابوليك الكالوزيس او الميلك الكالي سيندروم. طيب ده كله كان ميتابوليك ديستربنس اوف بلاد بي اتش. تعالوا ندخل على ريسبيراتوري ديستربنس اوف بلاد بي اتش سواء ريسبيراتوري اسيدوزيس او ريسبيراتوري الكالوزيس. الريسبيراتوري اسيدوزيس ده يا جماعه معناه ايه؟ معناه انه حصل نتيجه ان في ريتينشن في الكربون دايوكسيد في اللنج، والكربون دايوكسيد راح كونت لي كربونيك اسيد فعمل لي ريليز للبروتونز او الهيدروجين ايون في البلد فحصل اسيدوزيس. امتى يبدا يحصل ريتينشن للكربون دايوكسيد؟ لو معدل التنفس بتاعنا قل، زي الناس اللي المدمنين بياخدوا هيروين وكده، او لو انا اثناء الانستيزيا واحد راح عمل عمليه وديت له اي اناستيك ايجنت ده بيقلل معدل التنفس لانه بيعمل ديبريشن للريسبيراتوري سنتر، او لو واحد تخين خالص خالص فبيبقى عنده سندروم كده بيبقى فيه عنده هايبو فنتيليشن، او واحد عنده مشاكل في عضلات التنفس حصل لها باراليسيس لاي سبب بقى فيروس انفكشن زي الجيليان باري سندروم او مرض البوليو اللي هو شلل الاطفال او حصل مايسينيا جريفيس او حصل توكسين خد اللي هو الاورجان فوسفورس كومباوند عمل لي باراليسيس في المصل، او واحد خد مصل ريلاكسانت بطريقه توكسيك، ده كله بيعمل ديكريز الفنتيلاتوري ريت بتاع اللنج فيعمل ريتينشن للسي او 2 فيزود برودكشن اوف اسيد فيحصل لي ريسبيراتوري اسيدوزيس. طيب امال الريسبيراتوري الكالوزيس؟ الكالوزيس العكس، ده واحد شغال ينهج جامد شغال يحصل هايبر فنتيليشن. هايبر فنتيليشن ليه؟ الهايبر فنتيليشن طردت الكربون دايوكسيد بره الجسم وبالتالي بقى في عندي لو بلازما كونسنتريشن في كربون دايوكسيد وبالتالي مفيش كربونيك اسيد هيتكون كتير وبالتالي كميه البروتونز او الهيدروجين اين كونسنتريشن هتقل فيحصل ريسبيراتوري الكالوزيس. امتى الواحد بيبقى بينهج او بيتنفس بمعدل عالي؟ لو واحد عنده حاجه سنترال عملت له القصه دي زي خد خبطه في دماغه، لو واحد عنده دايما بيبقى متوتر كده، لو مثلا انا حاطط الناس اللي عندها برونكيال ازمه حساسيه على الصدر بتنهج غصب عنها
فتبقى ميالة أكثر للحصلها respiratory alkalosis. لو أنا حاطط واحد على جهاز تنفس صناعي ومش واخد بالي وعليت الفنتيلاتوري ريت وخليته يتنفس بسرعة, فده هيدخل على طول في respiratory alkalosis. عشان كده بالمناسبة أي مكان يبقى فيه جهاز تنفس صناعي لازم لازم يبقى فيه معمل فيه تحليل غازات الدم ألف ب. ما فيش كده يبقى بيهزروا بيستخدموا جهاز تنفس صناعي دول بالويم كده بيزبطوا الدنيا. لكن لو عايزين نشتغل شغل دقيق أي جهاز تنفس صناعي لازم يبقى عندي جهاز تحليل غازات الدم. طيب أنا عايز أعرف المفاتيح دي كلها, يعتبر مش هقول مقدمة بس دي أساسيات الأرتيريال بلود جازس, يعني أسيد يعني ألكالي, القصة بتاعة اللنج والكلى, ويعني ميتابوليك أسيدوز ألكالوزيس, يعني رسبيراتو أسيدوز ألكالوزيس, يعني إيه بيز إكزيس وأناين جاب. يتبقى بقى شوية مفاتيح لازم يا جماعة يعني الناس اللي فيكم بتحب تتخصص بعد كده طوارئ, طب طوارئ أو يعني أو تخدير الكلام ده لازم تبقى يعني شرباه شرب كده ألف ب. وده دي على فكرة فيري سيمبل داتا أنا بديها لكم, ده الموضوع أكثر تعقيدا من كده وليه سكك كتيرة خالص, بس احنا بنحاول نبسطها عشان انتوا لسه اول دخلة ليكم في القصة دي. في مفاتيح لازم نبقى عارفينها او كي بوينت عشان تحليل غازات الدم. لازم نبقى حافظين ان البي اتش بتاعنا النورمال بتاعه 7.35 ل 7.45, دي اول بوينت. البوينت التانية تركيز الكربون دايوكسيد والاكسجين في الدم بتاعنا البي اي سي او 2 اللي هو تركيز الكربون دايوكسيد, برضو نفس البي اتش الرقم عشان نسهل الحفظ 35 ل 45 ملي متر مركري. تركيز الاكسجين المفروض اكسجيننا يبقى عالي يقارب ال 100%, بس احنا بنقول ممكن لغايه من 82.5 ل 97.5 ملي متر مركري ده نورمال. البايكارب من 22 ل 26 ملي ايكوفالنت بير لتر البايكارب. طيب البيز اكزيس من ماينس 2 لبلس 2 ملي مول بير لتر. خلاص الداتا دي تحفظوها زي اسمكم الارقام اللي انا قلتها دي ما تنسوهاش ابدا. تعالوا على اساسها نفسر مبدئيا بقى, هنمشي بالتدريج. لو انا لقيت الشخص ده تركيز الاكسجين بتاعه 75 ملي مول ملي لتر اسمه ده ملي مركري بس على الهواء العادي, يعني اون اير, يعني انا ما حطيتلوش اكسجين, اون اير يعني في هواء الغرفه العادي, لقيت تركيز الاكسجين 75 ملي متر مركري يبقى ده عنده نقص اكسجين هايبوكسيا, ماشي, او هايبوكسيميا. طب لو كان اقل من 60 بيبقى سيفير لهايبوكسيك وكده دخل في فشل تنفسي او ريسبيراتوري فيلير, ساعتها لازم ابص على تركيز الكربون دايوكسيد. يا ترى الكربون دايوكسيد نورمال يعني في نورمو كابنيا, فالشخص ده في تايب 1 ريسبيراتوري فيلير ويبقى كده اموره مستقره. لكن لو اسمه ايه ده هايبر كابنيا, يعني الكربون دايوكسيد عالي اعلى من 45 ملم مركري, يبقى كده حصل هايبر كابنيا مع الهايبوكسيميا, يبقى ده انديكيتور يا جماعه ده كده تايب 2 ريسبيراتوري فيلير. ده بقول عليه لازم يتفنتل. يعني ايه لازم يتفنتل؟ يعني احطه على فنتليتور. ليه؟ لان بدا الكربون دايوكسيد يعلى, يعني كده يبدا يحصل لي ديستربنس فين في البلاد بي اتش ويحصل ايه اسيدوزيس, وانا قلت لكم ده كومون ايفنت الاسيدوزيس ده سواء ريسبيراتوري او ميتابوليك, فهو كده هيدخل في ريسبيراتوري اسيدوزيس, فلا ده لازم احطه على جهاز تنفس صناعي. طيب حلو, نرجع تاني. يا ترى انا عايز اعرف يعني الشريحه دي واللي بعدها دول فايتال في قراءه الاي بي جي. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي عندي تحليل غازات دم, عايز اقول اشخص الشخص ده ايه بالظبط, في اسيدوزيس ولا الكالوزيس, في ميتابوليك ولا ريسبيراتوري, في كومبنسيشن ولا لا. بصوا على الشريحه دي يا جماعه. الاول البلاد بي اتش عشان يبقى اسيدوتيك يبقى لازم يكون ايه اقل من 7.35. اوكي مركزين معايا؟ معاك دكتور. طيب لو البلاد بي اتش اقل من 7.35 يبقى ده اسيدوزيس. حلو, اروح عيني على الكربون دايوكسيد بعد كده. لو لقيتها عاليه يبقى معنى كده الاسيدوزيس ده سببه زياده الكربون دايوكسيد. يبقى اذا الاوريجين هنا بتاع الاسيدوزيس ريسبيراتوري ولا رينال؟ ها ريسبيراتوري. برافو عليكم. واللي ياكد لي كمان بلقى البايكارب نورمال. حلو كده, بلقى البايكارب نورمال ماشي تمام.
بس اكشوالي جسمنا يا جماعه مش واحد زائد واحد يساوي اتنين، مش لوغاريتمات، ده لازم يظبط نفسه بسرعه. فلازم في الريسبيراتوري اسيدوزس ده العادي اللي هو يعني الجا البي اتش قليله بس الكربون دايوكسيد عالي والباي كارب نورمال. بس ايه اللي يحصل عشان يحصل كومبنسيشن من ناحيه الكلى؟ اسمها ميتابوليك كومبنسيشن. تتخيل يحصل ايه في الباي كارب؟ يعلى ولا يقل ولا يفضل زي ما هو؟ يزيد يا دكتور. برافو عليك، يزيد. علشان برافو عليك، عشان يقلل الاسيد او الهيدروجين ايون كونسنتريشن دي. خلاص، يبقى لو لقيت يا جماعه البي اتش قليله والكربون دايوكسيد عالي، يعني سهمين عكس بعض ومعاها الباي كارب لو نورمال، يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوزس. لو زايد يبقى ده ويز ميتابوليك كومبنسيشن. دي اول تشخيص لما اجي اقرا الاي بي جي، بجيب لكم مسائل انا في الامتحان. طيب نيجي لتاني حاجه، لقيت البي اتش عالي، عالي يبقى اسيدوزس ولا الكالوزيس؟ ها، الكالوزيس. تمام، ابص على الكربون دايوكسيد لقيته قليل، قليل يعني السبب هنا الكالوزيس ايه؟ ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ ميتابوليك. طيب يبقى ده ريسبيراتوري. ايه؟ لانه اقفلوا المايكات اللي يرد يقفل على طول عشان بس الناس تبقى سامعاني كويس. يبقى اذا انا عندي البي اتش عالي بس لقيت قصاده الكربون دايوكسيد قليل، يبقى كده الشخص ده تقريبا حصل له هايبر فنتيليشن، شغال هايبر فنتيليشن، فدخل في ريسبيراتوري الكالوزيس، شغال يتنفس بطريقه سريعه فمشى كل الكربون دايوكسيد من جسمه، فبالتالي بدا يحصل ديكريز في الاسيد كونسنتريشن، فبدا او الهيدروجين ايون كونسنتريشن، فبدا يحصل ريسبيراتوري الكالوزيس. قصادها الباي كارب لقيته نورمال، يبقى اقول على التشخيص بتاعي انا هنا ريسبيراتوري الكالوزيس. لو لقيت الباي كارب يا جماعه المفروض يقل ولا يزيد عشان يعمل كومبنسيشن؟ يقل. يبقى لو لقيت البي اتش عاليه يعني الكالوتيك وكسبها معكوسه للكربون دايوكسيد قليله، يبقى سبب الالكالوزيس هنا ريسبيراتوري. عيني بعد كده على الباي كارب لقيته نورمال، يبقى التشخيص النهائي بتاعي ريسبيراتوري الكالوزيس. لو لقيته قل يبقى ده ريسبيراتوري الكالوزيس ويز ميتابوليك كومبنسيشن. الكلام ده انا بحكي لو تلاحظوا على ريسبيراتوري ديستربنس اوف بلاد بي اتش. تعالوا نشوف العكس، الميتابوليك ديستربنس اوف بلاد بي اتش. ركزوا معايا، الميتابوليك ديستربنس معناها ان سبب الديستربنس لانج ولا كدني؟ لانج ولا كدني؟ كدني. تمام. طيب لو لقيت البي اتش يا جماعه قليل، يعني اسيديك ولا اسيدوز ولا الكالوزيس كده؟ اسيديك. تمام. ولقيت لقيت الكربون دايوكسيد نورمال بس لقيت الباي كارب قليل برضه، يعني السهم من البي اتش والباي كارب قليلين، يبقى هنا ده اسيدوز السبب ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ ميتابوليك. نبص على الكربون دايوكسيد لقيته نورمال، يبقى اسمه التشخيص عندي كده ان ده ميتابوليك اسيدوزس، وده اكشوال مش بنلقاه، لكن احنا هنلقى الكربون دايوكسيد عشان يحاول يظبط الدنيا. هيزيد ولا يقل في الميتابوليك اسيدوزس؟ يقل. يعني الشخص ده لازم ايه يحصل له كومبنساتوري ايه؟ هايبر فنتيليشن. صح؟ كومبنساتوري هايبر فنتيليشن. اذا لو لقيت البي اتش يا جماعه قليله والبايكارب قليله، يبقى ده ميتابوليك اسيدوزس. لو لقيت كمان معاها الكربون دايوكسيد قليل، يبقى ده ويز ريسبيراتوري كومبنسيشن. لو تلاحظوا هنا في الميتابوليك كل الاسهم متفقه ولا لا؟ كلها نازله، صح؟ ركزوا، كلها نازله، كلها قليله في الميتابوليك اسيدوزس، يعني ماتشد لبعض الاسهم. تقول لي قصدك ايه؟ اقول لك افتكر الميتابوليك ريسبيراتوري اسيدوزس كان لا، تلقى البي اتش قليل بس الكربون دايوكسيد عالي والبايكارب عالي، يعني سهم البي اتش عكس البايكارب والكربون دايوكسيد، فمش ماتشد لبعض. لكن هنا الاسهم كلها تحت، بصل تحت في الميتابوليك، يعني ماتشد معايا. فاهميني انا قصدي ايه؟ طيب نيجي بعد كده، لو لقيت البي اتش عالي، عالي يعني ايه؟ اكتر من 7.45، يبقى كده اسيدوزس ولا الكالوزيس؟ الكالوزيس. الكالوزيس. لقيت قصادها الكربون دايوكسيد نورمال والباي كارب عالي برضه، يعني كده حصل الكالوزيس نتيجه لزياده الباي كارب في الدم، يبقى ده سبب ميتابوليك ولا رينال الكالوزيس؟ ميتابوليك. ميتابوليك.
ريسبيراتوري سوري معلش ميتابوليك. حلو. طب لو لقيت البايكرب سوري الكربون ده اكسيد مفروض علشان يعادل القصه دي يعمل كومبنسيشن المفروض يزيد ولا يقل؟ يزيد. برافو. يبقى لو لقيت البي اتش عالي يعني الكالوزيس بسبب ان البايكرب عالي وحصل معاه زياده في الكربون دايوكسيد يبقى ده التشخيص بتاعي ده شخص عنده ميتابوليك الكالوزيس ويز ريسبيراتوري كومبنسيشن. طيب تعالوا نقول كلمتين يا جماعه الاسيدوز او الكالوزيس بعرفها من بي اتش ريسبيراتوري ميتابوليك. بص على الارقام لقيت كله زايد او كله قليل يبقى القصه سببها ميتابوليك يعني كدني. لقيت لا البي اتش في ناحيه والتو اليمنت التانيين في ناحيه عكس بعض يبقى القصه سببها ريسبيراتوري. ده الناس اللي بتحب تتشالى وتحفظ بسرعه مش عايزه تفهم. اوكي ماشي الحال. انتوا ساكتين. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور فهد. طيب هو السؤال بقى هو انا ممكن الجا البي اتش قليل يعني اسيدوزيس والكربون دايوكسيد عالي يعني المفروض ريسبيراتوري والقى البايكارب قليل يعني كمان ميتابوليك اسيدوزيس ممكن في حاله الوفاه. انت تلقى ميكسد ريسبيراتوري وميتابوليك اسيدوزيس مع بعض في لو واحد عنده كاردياك اريس او مالتي اورجان فيلير واحد بيودع الحياه وبيموت تلقى البي اتش قليل الكربون دايوكسيد عالي فكده في اليمنت اوف ريسبيراتوري اسيدوزيس وكمان معاه بدل ما المفروض البايكارب يعلى علشان يعمل كومبنسيشن ده كمان قليل فكمان في اليمنت اوف ميتابوليك اسيدوزيس فده بيحصل في الكاردياك اريست او المالتي اورجان فيلير. واضحه الكلمه دي؟ ها تمام يا دكتور واضح. ماشي اوكي نيجي بعد كده هو ممكن البي اتش يبقى عالي يعني الكالوزيس والكربون دايوكسيد قليل يعني ريسبيراتوري الكالوزيس ومعاه البايكارب عالي يعني ميتابوليك الكالوزيس. اه يعني ده التشخيص اسمه ايه في الحاله دي ميتابوليك ميكسد ريسبيراتوري اند ميتابوليك الكالوزيس. ودي بتحصل امتى؟ بتحصل في امراض معينه زي الليفر سيروزيس او لو الست الحامل اللي عندها يعني بترجع كتير خالص بحاله مرضيه اللي هايبر امسيس جرافيدارم او لو انت عيان في السيتنج بتاعك عامل لي اورزيسيف فنتيلاتوري ريت زودت الفنتيلاتوري ريت في السيتنج بتاعتك. بصوا يا جماعه انا كده خلصت المحاضره والمحاضره دي انا عايز اقول لكم هي مهمه حتى ليكم في المستقبل مش مهمه لسنه تانية بس لان بتعرف لك بتعرف بيها اساسيات قراءه او اساسيات الاي بي جي اصلا يعني ايه ارتيريال بلاد جازس يعني ايه القصه الميتابوليك والريسبيراتوري. خلاص احنا الحمد لله ما يعني تقريبا ما خدناش ساعه الا ربع علشان ما نغلش عليكم. انا عايز اسالكم يعني مثلا بس انا المشكله مش عارف هبقى ريتيند الارقام اللي اقولها لكم ولا لا. لو انا لقيت البي اتش بتاعي البي اتش بتاعي طب بص انا ممكن اكتبها لكم بس مش هينفع. ماشي البي اتش بتاعي 7.2 والبايكارب لقيته 55 اللي هو الكربون دايوكسيد لقيته 55 والبايكارب لقيته 24 تشخيص الحالة دي ايه؟ ريسبيراتوري اسيدوزيس. برافو عليك. فيها ميتابوليك كومبنسيشن ولا لسه؟ لا لسه. لا لسه. برافو. تمام. طيب لو كان البي اتش بتاعي لقيته 7.5 والكربون دايوكسيد لقيته 36 والبايكارب لقيته 30 يبقى الحالة دي تشخيصها ايه؟ ميتابوليك كالوزيس. اكسلنت. فيها ريسبيراتوري كومبنسيشن ولا لا؟ لا. برافو عليكم. كده انا اتمنيت حتى يعني اي هوب ان يكون الباقي برضو يعني فهم نفس الكلام. انا بس